يجب التقليل من المشروبات اللي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بعد. تمرة، ليش لازم نقلل من الكافيين؟ لأن الكافيين يسبب الشعور بالتوتر الشديد أو الإصابة ببعض الارتعاشات، وبعد يسبب أرق شديد وعدم القدرة على النوم لساعات متواصلة، وممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم عند بعض الناس. وعسى صيامكم صحي وسعيد.